السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض لاكلوك بطريقه سهله وبسيطه. اللاكلوك هيكون مقاس سنتين. تعالوا نشوف هناخد المقاس ازاي مع بعض. عشان اخد اي مقاس لاكلوك انا عايزه اعمله، اول حاجه لازم يكون عندي الطول والعرض. مقاس سنتين، الطول بيكون 14.7 والعرض 6.6. لما اجي اطرحهم من بعض هديني 8.1. فانا هبدأ اعمل عدد سلاسل طولها 8 سنتي. بجيب الطول وبطرح منه العرض بيديني ناتج، ده ببدأ اعمل عليه عدد سلاسل. انا عملت عدد سلاسل طولها 8 سنتي. هاجي دلوقتي ارتفع، ادي 1 2 ودول ارتفاع، هاخد لفة على الابرة وهاجي في تالت سلسلة تقابلني واشتغل عمود بلفة، هاخد لفة على الإبرة وارجع تاني في نفس المكان واشتغل عمود بلفة. هاخد لفة على الإبرة واروح للغرزة اللي بعديها على طول واشتغل عمود، والغرزة اللي بعديها عمود، والغرزة اللي بعديها عمود. هفضل شغالة كل سلسلة تقابلني عمود لغاية ما اوصل عند اخر سلسلة او اول سلسلة اشتغلناها. هاجي دلوقتي عند اول سلسلة واخر سلسلة اللي هي اخر واحدة، وهشتغل هنا 6 عواميد بلفة. ادي 1 2 3 4 5 6. هاخد لفة على الإبرة، شايفين العمود؟ هاجي هنا كده واشتغل عمود. شايفين اول مكان اشتغلنا فيه 2 عمود؟ هاخد لفة على الابرة وهاجي هنا في نفس الغرزة واشتغل 4 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4، وهاجي هنا عند اول عمود وهقفل منزلق وارتفع سلسلة وارجع تاني في نفس المكان اشتغل 2 غرزة حشو. ادي 1 2، والغرزة اللي بعديها 2 حشو. ادي 1 2. هاجي دلوقتي يقابلني اول عمود هشتغل غرزة حشو، ادي 1، واللي بعديها غرزة حشو 2، واللي بعديها غرزة حشو 3، واللي بعديها غرزة حشو 4، واللي بعديها غرزة حشو 5. هاخد لفة على الإبرة وهاجي العمود اللي بعديه وهشتغل غرزة نص عمود، معايا 3 حلقات بطلع منهم مرة واحدة. هاخد لفة على الإبرة واروح للعمود اللي بعديه واشتغل غرزة نص عمود، والعمود اللي بعديه غرزة نص عمود، والعمود اللي بعديه غرزة نص عمود. هاخد لفة على الإبرة واشتغل كل عمود يقابلني عمود بلف. ادي 1 كده، 2
ثلاثة، أربعة، خمسة. هنشتغل 5 عواميد هنا وبعد كده هنشتغلهم هنا تاني. هاجي دلوقتي يقابلني 6 عواميد، هشتغل فوق كل عمود 2 عمود بلف. ادي 1 2، والعمود التاني ادي 1 2، العمود التالت ادي 1 2. كده اشتغلت فوق كل عمود 2 عمود بلفة. هاجي دلوقتي اول عمود يقابلني هشتغل عمود بلف، والعمود اللي بعديه عمود بلف، والعمود اللي بعديه عمود بلف، والعمود اللي بعديه عمود بلف. احنا المفروض يكونوا 5 عواميد، ناقص كده عمود. يجي المقابلة اشتغلنا 4 غرز نص عمود. ادي 1 2 3 4، والجهة التانية اشتغلنا 5 غرز حشو. نرجع نعدهم تاني، ادي 1 2 3 4 5. هيقابلني 4 غرز التزايد، هشتغل فوق كل غرزة 2 غرزة حشو. ادي 1 2، ادي غرزة حشو 2، ادي 1 2، الغرزة اللي بعديها ادي 1 2. ده شكل اول جزء. ده تاني سطر، هاجي في نفس المكان اول غرزة حشو وبقفل منزلقة. هشتغل ادي 1 2، هاخد لفة على الابرة وهاجي عند اول غرزة حشو نفس المكان اللي قفلت فيه منزلقة، واشتغل غرزة نص عمود، وارجع تاني في نفس المكان غرزة نص عمود، هاخد لفة على الابرة، والغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود واحدة، والغرزة اللي بعديها 2 غرزة نص عمود، والغرزة اللي بعديها غرزة نص عمود واحدة. كده خلصت ال4 غرز التزايد. هاجي بقى أبدأ أشتغل السطر كله غرز نص عمود، كل غرزة تقابلني هشتغل فوقيها غرزة نص عمود. هفضل شغالة كده لغاية ما اجي عند التزايد، وهنبدأ نشتغل التزايد مع بعض. هاخد لفة على الإبرة وهاجي عند أول تزايد كنا عاملينه، شايفين الاتنين التزايد دول، هاجي عند أول عمود وهشتغل غرزة نص عمود، أدي 1، وارجع تاني في نفس المكان واشتغل غرزة نص عمود. هاخد لفة على الإبرة واروح اللي بعديها غرزة نص عمود واحد، واللي بعديها 2 غرزة نص عمود في نفس المكان، واللي بعديها غرزة نص عمود واحد، واللي بعديها تزايد 2 غرزة نص عمود في نفس المكان. واللي بعديها غرزة نص عمود واحد، واللي بعديها تزايد 2 غرزة نص عمود في نفس المكان، واللي بعديها غرزة نص عمود، واللي بعديها تزايد. هنيجي هنا انا كملت الغرز نص عمود. هاجي دلوقتي
شايفين التزايد؟ اول تزايد عندي كان 2 غرزة حشو، هاجي في اول غرزة حشو اشتغل 2 غرزة نص عمود، والغرزة التانية غرزة نص عمود واحدة، واللي بعديها 2 غرزة نص عمود في نفس المكان، واللي بعديها غرزة نص عمود واحدة، واللي بعديها 2 غرزة نص عمود، واللي بعديها غرزة نص عمود واحدة. انا كده وصلت للطول والعرض اللي انا محتاجاه، وهنبدأ نشتغل مع بعض بجسم اللاكلوك. هنجيب القطعة بتاعتنا بنفس الطريقة، هاجي هنا عند اي عمود بنفس الطريقة، هبدأ اسحب الخيط بتاعي وارتفاع، ادي 1 2 3 ودول بنعتبرهم عمود. هاخد لفة على الابرة واروح للعمود اللي بعديه واشتغل عمود بلفة، اخد لفة على الابرة واروح للعمود اللي بعديه اشتغل عمود بلف. كده اشتغلت السطر كله عواميد بلفة. هاجي دلوقتي السطر التاني، هاجي في تالت سلسلة ارتفاع ارتفعتها واقفل منزلقة، هاجي دلوقتي هاجي شايفين التلات سلاسل، هرتفع بيهم كده بالإبرة وهسحب طرف الخيط واشتغل منزلقة وارتفع التلات سلاسل، ادي 1 2 3 وكده هنعتبره عمود امين. هاجي العمود اللي بعديه وهاجي اشتغل عمود خلفي، بطلع من حلقتين في حلقتين، باخد لفة على الابرة واروح العمود اللي بعديه واشتغل عمود امين، هاخد لفة على الإبرة واروح للعمود اللي بعديه واشتغل عمود خلفي، والعمود اللي بعديه عمود أمامي، والعمود اللي بعديه عمود خلفي. كده اشتغلت تاني سطر، هاجي دلوقتي اقفل منزلقة في تالت سلسلة ارتفاع ارتفعناها عشان ابدأ السطر الجديد، هجيب سلاسل ارتفاع واسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي معايا على الابرة، وبعد كده ارتفع ادي 1 2 3، هاخد لفة على الابرة فوق العمود الخلفي عمود خلفي، العمود الامامي عمود امامي، عمود خلفي اشتغل عمود خلفي، والعمود الامامي عمود امامي، كده خلصت السطر الثالث. هاجي نقفل بنفس الطريقة ونرتفع ثلاث سلاسل،
دلوقتي عشان نشتغل. السطر الرابع بتاعنا المفروض يكون التناقص بتاعنا. اول سطر تناقص، بنبدأ ازاي سطر التناقص؟ باجي شايفين السطر ده كده، بطلع كده لحد ما نلاقي اول غرزة عمود خلفي تقابلني، وهبدأ اعلم الغرزة. شايفين كده؟ ده المنتصف بتاع الغرز بتاعتي. هاجي دلوقتي اعد عمود امامي، 2 3 4 5، وفي سادس عمود امامي هحط علامة. ونفس الجهة التانية هعد، ادي 1 2 3 4 5، وفي سادس عمود امامي هحط ماركر او علامة. وبكده نبدأ نشتغل التناقص مع بعض. هاخد لفة على الابرة والعمود الخلفي، هشتغله عمود خلفي. والعمود الامامي هشتغل عمود امامي، والعمود الخلفي هشتغل عمود خلفي، والعمود الامامي هشتغل عمود امامي، لحد ما نيجي عند العلامة. قابلني دلوقتي العمود الامامي، هشيل العلامة بتاعتي، هاخد لفة على الابرة وهبدأ اعمل تناقص. هاجي عند العمود الامامي وهسحب حلقة، معي 3 حلقات، هطلع من حلقتين. هاخد لفة على الابرة، هنسيب العمود الخلفي مش هنشتغل فيه، هنيجي للامامي اللي بعديه على طول ونشتغل عمود امامي. معايا 3 حلقات هطلع منهم مرة واحدة. هاخد لفة على الابرة واروح للعمود الامامي على طول، مش هنشتغل في العواميد الخلفية. العمود الامامي واسحب الخيط، معايا 3 حلقات هطلع من حلقتين. هاخد لفة على الابرة واروح للعمود الامامي اللي بعديه واسحب حلقة، معايا 4 حلقات هطلع من حلقتين، بعد كده اطلع من 3. العلامة في النص مش محتاجينها خلاص. هاخد لفة على الإبرة واروح للعمود واشتغل في تناقص. هيقابلني العمود، اشتغل في تناقص. هيقابلني العمود اللي فيه العلامة، خلاص كده مش عايزة الماركر تاني، وهرجع اشتغل تناقص في اخر عمود. هيقابلني عمود خلفي، هبدأ بقى اشتغل عمود خلفي، واللي بعديه عمود امامي هشتغل عمود امامي. هرجع اشتغل عادي فوق كل عمود امامي عمود امامي، وعمود خلفي عمود خلفي. ده شكل سطر بتاع التناقص، اول سطر. هنيجي دلوقتي نشتغل فوق كل عمود امامي عمود امامي، ف
فوق كل عمود خلفي عمود خلفي لحد ما نوصل. شايفين اول تناقص اشتغلناه؟ هاجي اسيب اول عمودين قبليهم على طول عشان هبدأ دور اشتغل فيهم تناقص. اشتغلت العمود الامامي واشتغل العمود الخلفي، هاخد لفة على الابرة وهاجي عند العمود الامامي واشتغل تناقص، هاخد لفة على الابرة واسيب العمود الخلفي واروح على العمود الامامي على طول واشتغل تناقص، هاخد لفة على الابرة هقابلني شايفين غرزة التناقص، هاجي كده واشتغل برضو فيها تناقص، معايا 3 حلقات بطلع من حلقتين، هاخد لفة على الابرة واروح للتناقص اللي بعديه وابدأ اعمل تناقص في التناقص. هيقابلني اخر 2 تناقص كنت اشتغلتهم في السطر القبليه واشتغل فيهم تناقص زي ما اشتغلت هنا في العمودين. هاجي برضو عند العمودين هنا واشتغل فيهم تناقص، هاخد لفة على الابرة واشتغل تناقص في اول عمود وتناقص في تاني عمود، هاخد لفة على الابرة يقابلني العمود الخلفي هشتغل فوقيه عمود خلفي، والعمود الامامي هشتغل فوقيه عمود امامي، والعمود الخلفي عمود خلفي. ده شكلها. انا مش هشتغل تناقص تاني. هاجي دلوقتي شايفين كل تناقص يقابلني هشتغل عمود امامي، كده اشتغلت عمود خلفي، هاجي دلوقتي عند اول تناقص واشتغل عمود امامي، والتناقص التاني عمود امامي، والتناقص الثالث عمود امامي. التناقص الرابع عمود امامي. التناقص الخامس عمود امامي. هيقابلني بريد خلفي هشتغل بريد خلفي. عمود امامي عمود امامي. عمود خلفي هشتغل عمود خلفي. عمود امامي هشتغل عمود امامي. برضو السطر بتاعي ده هشتغل شايفين عمود امامي واللي بعديها عمود امامي واللي بعديها عمود امامي واللي بعديها عمود امامي واللي بعديها عمود امامي. واللي بعديها عمود خلفي. بعديها عمود امامي. واللي بعديها عمود خلفي. هاجي دلوقتي ارتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3
واخد لفه على الابره، عند كل غرزه تقابلني هشتغل عمود بلفه، كل غرزه تقابلني عمود بلفه، مش هشتغل تاني غرز بريد امامي ولا بريد خلفي. فوق كل عمود يقابلني عمود، انا اشتغلت كمان سطر وقفلت السطر بتاعي. دلوقتي هنبدأ ندخل اللون التاني. هاج دلوقتي انا مش هشتغل من بره، انا هشتغل من جوه بنفس الطريقة. هاج عند اي حرف في قابلني واسحب طرف الخيط وارتفع ادي واحد اتنين تلاتة، هاخد لفة على الابرة واروح الغرزة اللي بعديها على طول واشتغل عمود، كل غرزة تقابلني عمود بلفة. انا هشتغل سطرين وهرجع لكم. انا كده اشتغلت سطرين، هتني البيوت بتاعي بنفس الطريقة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم.